مباراة صعبة جدا، أصعب مباراة للاتحاد في المجموعة أمام سبهان، فريق متمرس في آسيا، الاسم هذا كله نعرفه بالتأكيد. أيضا كما ذكر التقرير متصدر الدوري 4 مباريات فوز، بالتالي لا زال في حالته الطبيعية كفريق كبير متمرس في هذه البطولة. الصعوبة غدا شفنا يمكن ملعب نقش جهان، بدأ يتحدث المركز الإعلامي في الاتحاد عن سوء أرضية الملعب، هذه مشكلة تواجه الاتحاد. كما ذكرنا قبل شوية الاتحاد يعاني من ضغط المباريات، بالتالي الإصابات، الاتحاد ما عنده بدلة مثل النصر والهلال، وهذه طبعا مشكلة كبيرة. تعول دائما نعول على نونو سانتو بصراحة في تخطي هذه المشاكل، وأيضا روح لاعب الاتحاد الدائمة مهما تغيرت الأسماء، سبحان الله هذا النادي هذا الفريق عنده السبيريت عالي جدا. وفي مثل هذه المباريات ان شاء الله سنشاهد هذا غدا، الله يحمي اللاعبين من الاصابه اولا، الخروج من المباراه بفوز طبعا شيء عظيم جدا، التعادل ايضا شيء رائع في هذا الملعب مع هذا الفريق، وان شاء الله الاتحاد يخرج باحدى النتيجتين ما يخسر ان شاء الله. الدفاع الاتحاد التنظيم الدفاعي لا خوف عليه، المشكله الان في الفتره الاخيره هجوميه بسبب غياب كورنادو الفتره وحمد الله الفتره، عودتهم الان الناس لما لاعبين مصابين يرجعوا يبغوهم على طول النجوم، مش صعب جدا مش كذا كرة القدم. ولكن أتمنى بكرة إن شاء الله استغل يعني نونو سانتو فيه ميزة أخيرا يستدرج الفريق الآخر مهما كان اسمه مهما كان حجمه، ويقدر يسجل في الفراغات في المساحات، نتمنى أن يحدث ذلك غدا إن شاء الله.